اليوم في حلقة جديدة من لي ماينسهر فقط على قناة التاسعة. سعيد باستقبال ضيوفي اليوم، سعداء انه نستقبلوا مع بعضنا. يلا عماد بن حليمة، جينا الكاثرينية، صادق حلواس، امين الامام، نجلة بن عبد الله، وحاتم بولبيان. مرحبا بكم، نورتونا الليلة في سهرية سبيسيال. اسمع، يلا تعمل في العيب. نرحب بالواحد. انت تعمل في العيب. كيفاش؟ خلطت الحاتم بولبيار وطيحت. وحاتم ما تجيش. والله ليه حاتم بولبيار؟ انا قلت عماد بن حليمة، تو بعد تشوف روحك. وصلت لحاتم قلت حاتم بول. معناتها هو منطقي نفرح بها اكثر واحد خاطر مترشح للرئاسة وناوي باش يترشح مرة أخرى. معناتها هو من العباد اللي كي معناتها من توا الانتخابات الجاية عرفنا شكون باش يجي الاخر. امين حاجه بركه انا في الليل. والله حاتم بولبيار قابلته اخر مره عنده وقتها في الرئاسه، داخل يحكي من الاول سياسه ودرا شنيا. قلت جاوا به مره ذي اخوي قاعدين يحكي معايا انستغرام وهبطت ما نعرفش شنيا ونخدم ما نعرفش شنيا سايب السياسه. وشنيا قال لي؟ قال لي انا جمعه اخرى مقطع من تونس ما عادش قاعد بحذاكم. اه يا خوي نحب نفهم عليه. حتى في الانستغرام جاي الاخر هو روكي يولي انستغرام وكذا شعبيته باش تطلع اكثر. اي حتى انت نوفل زاد، لانه السياسيين الناس ما يحبوهمش التوانسه. باهي جاي نوفل ولا لا؟ لا انا عاوني باش ندور ساعه نرحب بشوي بشوي. سي صادق كل عاده وبكل جو معناتها قص عليه يعطيك الصحه، اما لازمني يكون عاقل برشا معاك ومع مين خاطر الناس سبوني برشا قالوا لي كون محترم معاهم. يلا خاطر الناس قالوا لك مش خاطر انت تحب. فوالا ما مش خاطر انت تحب معناه. يا ربي واضح مش صحيح صحيح. لا مش بالصفة مش بالصفة عليك. والله مش بالصفة عليك معناه. وباهي وانت الكوب زيرو عملتها بالصفة عليك ولا رغبة؟ لا الكوب لا عندي رول معناه. هاك تشوف عن ضربة لهنا ورول. تحب تجي تمثل زاد معايا؟ لا دائما نمثلش ما نمثلش كان نمثل بشوية. لا لا برافو برافو يعطيك الصحة. سي عماد مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا نورنا. عايشك. مرحبا. باش نحكيو على برشا أكتواليتي. قلت لكم في الكوليس اللي عنده أكتواليتي إيجابية يحاول يقولها لنا من أول الحصة. الأكتواليتي تاعي نقابلك كل نهار اثنين. زينة القصرينية نحب تصفيقة زيد على زينة القصرينية. نورتي. عايشك ربي يخليك. حتى انا راني فرحانه خاطر بحذاك وبحذا جمهوري الكريم اليوم. الفنانه الشعبيه رقم واحد في تونس. ربي يخليك يعزك ربي. فما اخبار طيبه ولا واحلى الدنيا كالعاده معناتها؟ والله الاخبار ما ان شاء الله طيبه ديما. ما هاي ظهر لي ما تبشرش. والله الاخبار السلاله السلاله الجديده دي سلاله كلبه بتكلب حشمني اسمع جايه متحزمه. اي سلاله جديده سمعتوا بها الكورونا في بريطانيا في الدنيا نحن لها. سيد قلقناش ما قلقناش احنا مش نحكيو على راس العام ومش نحكيو على الناس اللي تخدم. امين صادق شنو احوالك؟ والله الحمد لله راهي زينه. قالت لك فماش اخبار باهي تو ولدها كان يكلم فيها جاب عداد مش نورمال. قول لي هاي صحيح. ولدي كلمني تو هذيك اكثر فرحه. قال لي ماما راني جيت الاولى. هاي اكثر من الاخبار الباهي الحمد لله الحمد لله. هاي شكرا ربي يخليك ان شاء الله مبروك. يلا امين شنو احوالك؟ والله الحمد لله. في تورناج في سيت كوم مع حمدي جويني. يضحك يضحك اي ما فهمتش علاش عيطوا لك. يزي صادق ما نحبش فيه. هوبو يبا بالله تصديق على نوفل. اسمع يا سيدي اسمع يا سيدي. والله ليه لا اخت تفديك. والله سيت كوم ياسر محليه. انا شفت لابسين هذاك ذكروني بلي دالتون سارقين بلي دالتون. لا 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 موضوع اخر جمله. كل اللي لابسين المخطط ويحبوا يهربوا من الحبس لي دالتون خاطر ولادي يتفرجوا فيها. اي فوالا هي بون. هو ما يعرفش لي دالتون خاطر اصغر منا. لا نعرف لي دالتون. وهل دور امين هل دور ثانوي كالعاده ولا بطوله؟ لا دور بطولي كالعاده كما قال بالذيب. معناها عايش عايش كلا في ميرسي بوكو. تو كنت تحكي جاب ربي تو كان يحكي قال لي ما نحبش فيه. نجم نحكي نتكلم. وباش تحكي بالدرجه ولا كما قال بالذيب تعمل براسك؟ ان شاء الله يا ربي تنجح في التمثيل وتوصل. نحب تصفيقه كبيره تاخذ سيزار تترشح للسيزار ان شاء الله يا ربي غلطه تترشح للسيزار كما نجله بن عبد الله. تصفيقه كبيره عليها.
معناتها استيزار معناتها انت اول تونسيه 100% تونسيه، انتم مزوز مترشحين اما بنت تونس وتربيت وقريت في تونس وعايشه في تونس، تو نحكيو عليها ان شاء الله. مبروك يعيشك يا ربي. ميرسي. وشتحب فما برشا دي نوفيل باهين هما لا محاله، مي فما اوسي حاجات اون سيتواسيون ان شاء الله يا ربي تتحل هكا ولا surtout pour les artistes pour les ممثلين والمغنيين وكل شيء معناتها خاطر ان artiste تحب ولا تكره il a besoin de vivre aussi هكا avec les temps de covid وكل ان شاء الله يprennent l'état prend en considération ça وكاهو معناتها c'est très important qu'il le fasse ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. نحب تصفيقه كبيره على ضيفنا حاتم بولابير. مرحبا سي حاتم. وبيك هو راهو الفيرسيون تاعك هذيا خير برشا من فيرسيون سياسي. استنى شبيك وصلت لحاتم وليت قلت حاتم بولابيا. لا لا ما تحاولش. علاش تحك؟ والله تحك صادق تحك ولا جو كونفيرم جو كونفيرم جو كونفيرم. تو انا ماخذ بخاطر الجمهور وما نحبش نعمل مش كانوا يتبلع عليا اخطا اللعب. يا والله يا بالله نتبلع عليه. اي باهي باش نفسر لك علاش خاطر حاتم ميرسي بوبليك خاطر حاتم في الفيرسيون هذه خير برشا من فيرسيون سياسه. صحيح هكا يا سيدي. معناتها معناتها كان من الباهي مع كنت تنجم تضحي في الانتخابات فاتت وما ترشحش وبشويه بشويه نكتشفوك خاطر السياسه. كيفاش تكتشفوا ما؟ نكتشفوا شخصيته. فاش كان ما ترشحش ولا ما تلفت له وانت حياه عمرك؟ ممكن بوتيتر. لا إلي تري انتليجون سيدي بالحق. وي. سينو في النشر. ما يظهرش عليه برشا. لا لا ولا إلي انتليجون. ما الصباحات هكاك العشاء هو راهو ديما يجي من الفوق. هو في الانتخابات بدا بالرئاسيه في حركه الاخوان بدا طول بمجلس الشورى ديما من الفوق ما يجيش من الوطن. فوالا معناتها باين عنده برشا فلوس. سي نو في النشر على الاستضافه يعطيك الصحه ميرسي ليك انت. نبدا بحاجه كان تسمع. اي تفضل. حب نترحم على عقبه الذيبي الله يرحمه الراعي الراعي وان شاء الله ما تعودش. فوالا نمشيو لاكرم الغربي انا وامي شويه ضماركي انت تخدم امك شو تعمل لكم بعد نرجعوا باش نبداو برشا حكايات فنيه وموسيقيه وزاد اجتماعيه اليوم في لمناسر فقط. يلا معا جيت ولدي. اي جيت امي. الله يعين الرجال وليدي. وينهم وينهم رجال يا انت الراجل انت خيرك وليدي. انا وليت راجل عمرك ما قلتي لي راجل يا ماك. وليت تخدم عاد بشهريتك وليدي. اي شبحتك واحكي لي اول نهار في الخدمه وليدي. والله يا امي ايش باش نحكي لك مسؤوليه كبيره. عارف ما يعين ابره في خيط كان ما يشاورني انا. صح ولدي صح. قعدنا وحكينا في كل شيء. انت حكيتوش على شهريه ليه عاد امي ليه عاد هذه اسرار البيرو ما تخرجش عايش امي. علاش وليدي حتى لامك زاده. لا لا كل حاجه في بلاصتها امي. كل حاجه في بلاصتها. خذ راحتك ميساج وخنقوم امي والله مت بالتعب والجوع نقلي كعبتين عظم ناكلهم ونجي. وليدي ما عادش تتعب ما عادش تطيب انا نحضر لك كل شيء وليدي. ما عادش تتعب جمله. ها فطور ولدي حضرته. هذا فطوري يا ايه فطورك وليدي ماله وينك راك عايشة امي عايشة كريم وشهرية و... شنهي شنهي اللي شنهي وين المقرونة الجارية هذيك ما عادش تاكلها وليدي تنفخ لك كرشك الخضرة والمقرونة الجارية والرشطة انساهم 25 سنة ناكل فيها ما ضرت لي صحتي. لا وليدي طولينا في جديد وخدمة وفلوس عايشة امي عايشك ربي يخليك. تسكالوبتي عندي عامين ما شفتوش. صايب وليدي انا نوكلك انا انت تعب في الخدمة نهار كامل. اي وليدي تعب يعلم بك ربي. مش أمي أنا نوكل وليدي جديدي يا صحة صحة يلا بي هاي وليدي وقتاش الصبان؟ لا أمور صبان اللي يعمل روتار الدرج يلقى اسمه عند عارفي لا عند لا لا الحق ما تزيد شاي على المرسمين وليدي. كول 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 والله يا وليدي يا خدك محبوبة ما ولدها شد خدمة قابلتها البارح في عرس وولد شد ليا. يا وليدي اش باش نحكي لك هي هزت يديها هكا باش تزغرت يا وليدي ويديها من هنا لهنا ذهب كيما اش نحكي لك يا وليدي خاي هذا اللي بيك امي تنجيب لك عايش ولدي اش باش تجيب لي تنجيب لك مماضه اللي بيها اليدين ضربه ضربه للفاصل. كول 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 برد هذاك. كول 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 ايه يا وليدي شوف اش تخلى علينا وشوف الحريوت كيفاش خايخه وشوف نداك لنا وليدي ايه والسقف يقطر يا وليدي حتى هي عندها جمعه ما حبتش تجي. اش تكون ما حبتش تجي؟ كيف استني استني كانت قد السقف يا كلمت جمعه مجوز ماني كلمت عمك المولدي وجا شاف الدار وليدي وهاو كتب لي الفاتوره كلها متاع السلعه اللي باش نقدوا بها وليدي باش نقدوها باش نقدها حتى بيت البانو وليدي بيت البانو بركه ب 10 ملايين باش يقدها عليه باش تدوش فيها مريم الدباخ يا ب 10 ملايين بيت البان حسستني مدير بانك راني سجلت سوجيكاد يا عادش بيه وليدي ما تخلصش وتوا حط في بالك قضيت الشهر كلها عليك تو
ليه هكاكت عني؟ جبت لك مونة تشهر كامل. عايش لي ولدي كل شيء قضيته. يا بنتي مونة تشهر كامل. عايش لي ولدي يا حبيبي. شنيا هذا؟ صابون اخضر بيه للوقاية نغسلوا يدينا. هاي وشنيا اخر جبت؟ ترى شنيا هذا؟ بعد ما نغسلوا يدينا باش نمسحوا يدينا. يعني من القضية الكل جبت لي كان هذا. هذا صابون باش نغسلك به كشختك وهذا باش نمسح لك به وجهك. ترى يا حبيبي الفرقة زادة مش الوقاية. اليوم جيتكم بالبون بلان دو لا سيمين بصراحه كيما معودتكم تريبل 9 كل يوم على قناه التاسعة ولا على السيت ويب www.999.com.tn دللكم باسوام هبال وتوصيل مجاني حتى الباب دارك مش كهو تريبل 9 تمكنكم من التسهيلات في الدفع توصل حتى لستة شهور تصفيقه كبيره على تريبل 9 وتنجم تخلص اون ليني بار كارت بونكير ولا بايمون يكون على ليفريزون وقت اللي تشوف هو العالم الكل بصراحة يخلص اون كارت بونكير في تونس يلزم على ليفريزون يلزم نشوف السلعة بعيني قبل ما نخلص ما نتبدلوش به اليوم تريبل 9 دلالكم بديفاليز دو لا مارك تيتو كيما اللي تشوفوا فيهم ليفاليز هذم وتبعوا معانا بصراحة اوفر عالمية باش تسمعوها توا المهم هذوما تيتو مصنوعين في معمل تونسي 100% دونك دي فاليز توانسة مصنوعين في معمل تونسي 100% وبكفاءات تونسية وخاصة بمواصفات عالمية مش معناتها مصنوعين في معمل تونسي معناتها لا كفاءات تونسية مواصفات عالمية دي فاليز هذوما خفيف برشا انكسابل ما تتكسرش جملة مصنوعين بالماتير بولي بروبيلين هذه اللي تخليها ما تتكسرش إيجا صادق إيجا كي نقول فوالا إيجا إيجا صادق نجيك معناتها اطلع فوق الفاليزه باش نفهموا اللي هي ما تكسرش لا يا خويا اخترت اضعف واحد فيكم اجا صادق معناتها قلت الماتير هذه اللي تخلي الفاليزه ما تتكسرش تراهمش حطها في القاع الفاليزه شبيك ناقم عليها خويا واحده واحده نطلع بالحق كانت تكسرت معناتها البيب تفشل اطلع خويا سيس روحك ما تعشيتش ثلاثه ايام الاخر لا ما تعشيتش كيما وصيت اطلع لا لا باش تمشي معاك سوبل سوبل على الاخر اكبر مشكله الفاليزه كي تكسر خاصه في مطارات تونس كي يفرحوا بها الفاليزه دونك راح سي بون هذا ما فماش اي ما تكسرش وما تسرقش في المطار ولا ما فماش ازمه اكثر من انه صادق يطلع فوق من فاليزه والحمد لله تعديت سلامات بارك الله فيك صحه صدق اون بليس موجودين كيما قاعدين تشوفوا برشا الوان بديزاين مزيان برشا تريبل 9 تحب تدللكم شوفوا الالوان وفما خاصيه انه الكولور هو بيدو ما تلقاوهاش في الفاليز معناتها كيما اليد كيما الفاليز كيما العجله فرد كولور الديزاين هذا مزيان منتوج كيما هكا خفيف ما يتكسرش 100% تونسي كفاءات تونسية اليوم تريبل 9 بالتعاون مع تيتو حبوا يفرحوا متتبعي برنامج لمن يسهر فقط دونك توا من هنا لاخر الحصه كان تدخل على السيت www.999.com.tn تريبل 9 معناتها 999.com.tn لي تروا فاليز هذوما تنجموا تشريوهم ب 269 دينار اكاهو برافو دونك توا تدخل www.999.com.tn تشريوهم 269 دينار اكاهو تدخلوا للسيت لثلاثه سيت كامل نتاع لي فاليز 269 كفاءات معناتها تونسيه ونيفو عالمي لي فاليز هذوم تختار الكولور اللي انت تحبه بالسوم اللي ما يخطرش على البال دونك عليكم من هنا لنتوفى الحصة تريبل 9 برشا دلال وتوصل لك قضيتك الباب دار تدخلوا توا www.999.com.tn وتشريوا الفاليز سيت دي فاليز ثلاثة فاليجات 269 دينار اكاهو ميرسي ناخذ واحد نخلصك انت توا ما فهمتش لا ادخل للسيت بال... توا توا نحب توا ناخذ انا في يدخل للسيت ما لازم نفسر صادق ساعات الغالب اي ادخل للسيت تليفون كونكت ما نحبش ندخل للسيت نحب ناخذ توا هذوك عجبوني نخلصك انت لا علاش انا ترفيه هاك وراك الفاليز نرفع عليك انا ترفيه شنو هم لا ما همش رايا تصويره هذه اه تصويره يلا من تو لك الحصه تشريب 269 دينار اكاو
باش نمشيو شويه في الفن، باش نبدا لكم بالديفيلي اللي تعدى اللي لابسين لبسه بيزار وبرشا نقسموا، مانيش نحكي على لبس الفنانين، اما لبسه بيزار نتفرجوا شويه، فما ناس يحتجوا عملوا لبسات بيزار، برشا تغشوا منهم التوانسه وهما قالوا لا رانا احنا نحتجوا على حكايات وفازات. باهي زينه عمل طله سي حاتم، اعمل طله معانا، نعرف انت توا كي باش تلهي بالتصاور هذا باش تخسر 2 مليارات اما في البورصه، اما ما يسالش انت تقبل هذوما قال لك احنا لابسين هكا لان نحتاجوا. زينه ومن بعد حاتم تقبل هكا، معناتها عجبك الشكل هذا نتاع الناس، ترى انه مش باهي ولا من حقهم يلبسوا اللي يحب؟ حريه شخصيه يلبس اللي يحب، اما انا كان مش نحتاج، انا كان مش نحتاج معناها يلزمني نوري وجهي. واضح. ما فهمتش اللقطه، مشيت للجي سي سي في الافتتاح نهار. اي انت من العباد اللي مشيو ما يفهموش. وشكرا مريم بو لافيتاسيون، اما ما فهمتش اللقطه. مريم حاضر غادي. ما فهمتش اللقطه، ما انا مع زينه. نعم. انت مش تدعي شخص، شكرا مريم، شكون مريم خويا؟ سي مريم تحضر. هما محتجين. محتجين على شنو؟ على وجودك انت في الجي سي سي. لا انا صراحه انا مع الحريه، جوز ما تقلقش اللي بجنبك، معناها رجال حر حتى العشاء نتاع اللي ما قلقكش انت. باهي سي عماد، يقلقوك هكا تصور ولا عادي؟ لا انا اذا كان ناخذوها من زاويه نتاع الاستيتيك، انا كنت نحبذ انه ناس كيف يجيو للمهرجان كارتاج يجيو بالحيك، يجيو بالسفساري، اما اذا كان مش يحتجوا شنو هي العلاقة حسب بين الشكل هكا والاحتجاج هذه؟ ذكرتني في حكاية نتاع ان بلاستيسيان مرة عرض في معرض تاع فنون تشكيلية، عرض لوحة سوداء، قالوا شنو هذا؟ قالوا ماذا ستان كومبا دي نواغ دون اون كاف نواغ. معناها تغطي وجهك بطريقة شنو يعني الشكل، علاش يدور شنو الاحتجاج؟ أنا كي نشوفك هكا شنو الميساج؟ إذا كان هذا هو عنده شكل احتجاجي مش شكل نتاع استيتيك، يعني شنو الميساج؟ شنو الميساج؟ صحيح. نجلة شنو ترى أنت؟ والله أنا راسي أول حاجة كل واحد حر شنو يعمل، معناتها سا سي تخي امبورتون، أوني با لا أجوردي بوغ جوجي لي جون شنو يعملوا شنو ما يعملوش. نحكيو على حضورهم في الجي سي سي. لا أي فوالا، أنت حر باش تعمل اللي تحب وباش تلبس اللي تحب. دو مومون ويا با أون شارت. شو معناتها؟ معناتها oui. إدارة الجي سي سي ماهيش حتى أون شارت، باغ إكزومبل كيما مثلا باش تمشي لكان لازمك تو دوا إتخ افيك دي تالون، معناتها منظمة، الأمور منظمة. دو مومون أو الأمور ماهيش منظمة وأنت تنجم تمشي كيف ما أنت، معناتها أبخي هذيك أب تو يو كيما نقولوا أنت وشاكان باش يلبس، شاكان باش يلبس شنو هي الحاجة اللي تخرج له بيرسوناليتي. أبخي نو سامحني جوست لحظة، أبخي بوتيت كو سيت أون معناتها احتجاج. اما لو تريك اللي نعيبوا عليهم مثلا باغ اكزومبل، اللي انا باغ اكزومبل ما شفتش الميساج، معناتها انا نحب كيف عبدي يحتاج ماذا بيا. لو بوت سي كوا؟ انك تفهم الميساج من الحاجه اللي عملها. لا جو نو كومبخون با فريمون لو ميساج. واضح اللي هو ميساج صحيح. انا دونك باش نمشي معاكم، وعندنا ديفيلي احتجاج، هما عندهم باج نتاعهم يحكيو ارتيست اون كولير، ما تنجم تدخل باج، باش نعملوا ديفيلي صغير فيه احتجاج، وباش نحاول نفسر لكم كل طفلة معناتها تجينا أسباب.
سيري ورجلا ميني جوب او بالعكس مشكلة الراجل مش مشكلة المرأة مكبتها كان الجوب لا 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 في الفكرة الفكرة مشكلة انا نحكي على مشكلة الراجل اللي كي تبدا صاحبته يلبس ميني ونخرج وكذا كي تبدا مرته يقول لها البس سيري العكس لا انت من الاول قلت العكس اه قلت العكس فلا معناتها الراجل يحب الميني وكذا امين وفاء عرسنا يحب السفسيري فلا معناتها سي لو في المساج نقول تعليق تفضل ما احلى احتجاجك يلا ميرسي بوكو تصفيق عليهم مفهوم احتجاج كثرت كثرت الاحتجاجات وكثرت الحكايات به وتوا قبل ما نبدا ونشوفوا تعليقكم على الحلقه اللي فاتت هذا كلام الويب السلام ومرحبا بكم في كلام الويب الحلقه كانوا ضيوف احسن بن عثمان ايمان الشريف مقدد السيلي وملك البكيري وكل عاده صادق الحلواس وامين ليمان الجزء الاول من الحلقه كان حاضر فيه الشاعر جابر المتيل اللي كتب قصيده دعم فيها محمد العفاس الرجل تكلم وقال كل من تنجب خارج اطار الزواج فهي عاهره وهي كذلك اليوم ثار المجلس وقزامة على الكرامه على خمسه قامت القيامه الكل فزعوا قريب وبعيد وين سمعوا صوت الزغراده سياحات نديب وتغريد وناس داخلت واخرى مراده اخذ الرئيس موقف تأييد يا خساره خرج على حياده بعد القصيده حسن بن عثمان تشنج وما نجمش يشد روح انت صرت ديوث السلوي ابدا كالذين شو هذا إيمان الشريف اختارت انها تغادر البرنامج وبعد رجعت باش تفسر من التعليق نتاعكم نلقاو ميار اللي كتبت الشعر هو النقطه المذيئه في البرنامج نور الدين كتب يا وليدي يزيونا من العرك والمناوشات ويجا نخفوا البلاد ونورا كتبت يا السادة قد ايه نحبك وقد ايه كلامك ديما لوجيك وما قالش راي هو نعم هو يقسم في المجتمع الشعب التونسي اسمه هين كتبت عشنا وشفنا مقديد يقول يزيو بالعرك وللناس اللي يعجبها الشعر هذا كان راي حسن والشعر يديكم راه انتم بربي راه ثم ادعاء صفة هاك انت تدعي اللي انت كاتب ونرمان امين اللي في الحلقه هذه ثار على نوفل اللي ما يخليهش يتكلم استعان بزوز من صحابه باش ياخذ كلمه في الحلقه نزلت انا كي باش نحكي انت باش تتكلم لا الجملة خلود كتبت وقالت أمين هذه كنت نجم تعملها مع نضال حبيبة كتبت أمين جبت زوز صحابك وفكيت بلاصة في الأخر حطيت أغنية وليت تشطح الجزء الثاني من الحلقة اللي رينا فيها ذي في مخ الهدرة اللي يحكي على فضيحة التطبيع تعليقكم وتفاعلاتكم كانت مختلفة أمير كتب أنا نتفرج فيكم كان على خاطر ذي إحسان كتبت للأسف خويا فيديو باهي أما مش بش يبدل شي في العالم وسهيل كتب الجيل الجديد في فلسطين هو الحل وهو اللي بيديه يقلب هذا الكل في نفس الجزء من الحلقة كان ضيفنا والد ريم ضحية التران اللي خليها تخسر ساقيها الزوز تبا كان يوافقولي والله يا نوفل يا خوي نعطيها ساقية خوي أحلام كتبت ما تخافش يا ريم نحن الكلنا معاك وبقدرة ربي توا ترجع أقوى من قبل يسرى كتبت لازمنا نقفوا لبلادنا ونصلحوها وحدنا الحكومة لا هي في حاجة أخرى ومراد كتب وعلق خذ ولد بقلية مثال وارجع احلم كي قبل ديما تقول لي يا مسيو امان خذني فرديا نحب نحب نزيد معناها نطور روحي ريا معناها في الكره الطايره في معناها الليجيس تكنيك الكل معناها نحب نولي متميزه على صاحبتي نحب انا نرفع راس صاحبتي سلطاني اسلام كتب التحيه الامين اللي ما نساش الامني اللي منح الامنيين لازم نجبدوهم في الباهي مش كان في الخايب في الجزء الثالث من الحلقة كان حاضر الموزع نعمان الشاعر اللي يغنى مع فنان إسرائيلي التعليق وأغلبها كانت ضد ما سماوها تطبيع نرمين اليحيوي كتبت 2020 العام اللي عبيت فيه على الفلوس تعمل كل شيء عدنان الخويلدي كتب مقديدي كلاشي فيه طلع زادة في بيلو فلسطين لها الشعب التونسي والجزائري وتواجي نهار وترجع فلسطين سي مقديد قبل ما نمشي ديجا خديت الإذن من عنده نوفل رغم اللي حكيه نعمان ورغم تفسيره قال له اللي عملته حاجة تحش نعمان معناتها جاو برشا معاك وفما ملايين توانسة ضدك أحسن حاجة تستغلها في الباساج هذا أنك تغزر الكاميرا وتطلب السماح كانوا هذم الفيدباك متاعكم على فيسبوك التاسعة تي في هاشتاج لمن يسر فقط يوتيوب التاسعة تي في والتاسعة تي في .com نتلقاو الجمعة الجاية في كلام الويب على لمن يسر فقط بيه يلا نصدق ولا ما نصدقش باش نعطيكم اخبار غريبه صارت في تونس وانتم تصدقوا ولا لا ترسيم اسمعوا الرقم 130 عون حراسه بمدرسه واحده مدرسه واحده فيها 130 عون حراسه هزمي اي علي ما تصدقش تو احنا في المكتب قبل اكل عساس الواحد هذاك نذكروه
واحد بركة. انت تذكر عساس تاع المكتب اي عمليه 130 واحد يخدم و129 مرسمين 129 مرسمين مش قاعدين يخدموا امبوسيبل والله فوق من الخيال على خاطر ديجا في المؤسسات اللي لازم فيها اعوان حراسه ما فماش ما انت باش يحطوا في المكتب ما انت نتصورش تصدق استاذ ولا مصدق انا بعد اللي نشوف انا شركات بي اف 12000 واحد يخدموا في شجره زرع ينجموا 130 واحد موجودين وهي صحيحه راهي الحكايه هذه الخبر نعرفه صحيح زينة أنا صدق خاطر قد ما تربي تصيب اللي بنادم والذيب ما حطيناهم بعناها باش يتلهيوا بتونس ويتلهيوا بينا وبالفقراء ويخدموا اللي متخرجين وعلماء صبحة ناس تيق في شهريات مش كان في التعليم فما في تنسير فما في بلايس كل ثم هكا ناس قريك ده تيق في شهريات ترسيم الخبر صحيح وقالت الوزيرة لدى رئيس حكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسنة بن سليمان صحيح 130 مرسمين في مدرسة واحدة اللي هي فيها 120 تلميذ شنو والمدرسة فيها 120 تلميذ سامحني المترسمين هذوما في مدرسة واحدة يخلصوا ما يجيش شنو ما هما أعوان حراسة يحرصوا في شنو كل معناتها كل تلميذ في اي بي عنده على المدرسة هذيك يخدموا فيها كنترول باش فيقوا بها ما تفيقش بها جوست بيقبلوا مساميهم في المدرسة معناتها يا ان تخيك لوش اون بيان داكور وظائف وهمية إيه؟ شنو لوش؟ أما ما فماش سرقة في تونس نحب نقول لا أما ما فماش سرقة في تونس سيبو لابيار يتغشش نجم ندوروا عليه أما ما فماش سرقة في تونس هذوما الناس ياخذوا في 180 دينار وأنا جو كونسيدير سا كيما إيرمي في فرنسا واحد ما عندوش حتى مدخول انا راي تعرف شنو هو الريفينيو مينيموم يونيفرسال اش معناتها لا 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 ما تمشيش تهزو التوصيل يا صديقي يا خو منح على روحو سيدك هي هذاك شقد هذا لازم تتنحى الحكايه هذيا سمعتي 500 دينار بريم دو شوماج ما تعملش ان امبلوا كيف 200 هنا مع ضد لومبلا فيك بير في 2012 ولا المعنى لا بسرعه بسرعه عندي خبر اخر الاليات هذوكم البستنه وكل شيء كانوا ياخذوا تحت الزيتونه جاوا في 2012 وقتها صارت فيرمو بوستال تعرف قد نقص ولا بالالاف اي في الكورونا توا الدوله الموظفين اعانه 200000 لشكون الموظفين دونك فما اشكاليات لا لا بيان سور اما السرقه ما فماش الموظف اللي ياخذ ديجا في شهريته تزيدوا اعانه المستشفى الجهوي بجندوبه صدق ولا ما تصدقش هذا خبر صدمني المصعد ما زال معطلا بعد 20 يوم من وفاة الدكتور بدر الدين صدق أو لا تصدق أين صدق بعد 20 يوم من وفاته لأنه المصعد مكسر أنا في بالي بديو نتبع في الأخبار في بالي بديو في سيناء أي شنو بديو في ساعتين يتصلح أي أما مش التاور أو مش التاور مزيق نحب نقول لكم اللي التوا مازال مكسر المصعد فما علاش حضروا في الكيد شارج فما علاش علاش شيء انا نحب شوف نحب ننبه الحاجه ما تنساوش اللي جندوبه عامين التالي شفتوا كل الحمله اللي صارت هاو مدير تجهيز توقف هاو شكون توقف هاو شكون توقف وهذه راهو بقدر ما فما فساد ويلزم نقاوموه بقدر زاد ما يلزم نردوا بالنا راهو كيف تكثر الحملات هذه شنو يصير اي مسؤول ما عادش ياخذ قرار وريت انت دوفي يا سي حاتم تو مدير السبيطار يقول لك انا دوفي جيب لي ثلاثه دوفيات وجو ثلاثه دوفيات يقول لك لا خويا هذا الدوفر كبير يولي المسؤول خايف مكثر لارسيلمون اللي يعملوا له المسؤول يدير نقص القوانين هاو كيفاش اللي ماشيين يعديوا في السبيطار هذا نتاع جندوبة زيد وريونا ما فماش اسانسور مش يعمل عملية ذاك السيد انت ستشوكي نوفلة بس كو اتونيسيا كمسا ايه اما اغزر لي في تونس نعمل هكي هم شخص زعما بش مشيو اما في بالي قلت لحياة عندها حدود لا لا ما فيه معناتها في بالي طبيب مات غادي قلت لحياة معناتها تيشو حشمة حتى العشرة أيام الأولى ما يتسالش نصلحوه ما في باليش خلطنا للدرجة هذي ساعة فما بيروقراطية كوماندي باش نزيدكم لا سامحني برشا أخبار توقف المخ خبر آخر تصدق ولا ما تصدقش أستاذ يستولي على طاولة وكراسي أحد المعاهد باش يقري بهم ودروس خصوصية في دار لا هذا لا مع العلم ما فماش سرقة في تونس ماهوش وزير أستاذ أي فوالا أستاذ إيش معناتها؟ ماهوش وزير سي أن سيتويان تونيزي نجلة نجلة علاش ما تصدقش؟ لا خاطر ما نجمش نصدق خاطر كاد المعلم أن يكون رسولا
عند انا مون بير الي انستيتوتور الحقيقه نتاع ربي، واذا كان معلم يسلي عمل هكا هو كل شيء كان معلم. يعني انا صارت انا هو مي بروف معناها عندك الحق. اما انا بروفي قبل والله العظيم هز السبوره نتاع الكلاس سبوره كامله سبوره كامله يقري بنا بها ايتيود في الدار معناها حاجه كيما هكا رجعها ولا مش لا يرجعها في بعد الصباح قبل 7:30 باش هاول تصير حسب رايك تصير ما عادش نستغرب حتى شيء كل شيء يصير في تونس صار يا سي حات ولا صار يلا اخبار اخر استنى انا جايك باش نلخصهم خاطر الاخبار ورا بعضها صراحه سي حاتم انا حسب متطلعاتي الحمد لله ما جاش رئيس هذا ما يصدق شيء لحظه مش عارف البلاد والله لازم يكون هو نظيف ياسر مسكين هذاك علاش ما يصدقش ليه لا حق حتى ما تصدقش نجم نجم انت خاطر كنظيف ما تصدقش حاجه تغريبه خاطر بارك الله فيك بارك الله فيك انا بكري راهي زينه الحمد لله ما انتخبوش تعال الحمد لله ما انتخبوش وبعد سكتت سكتت وعطتها له لحظة اما هو قال لكم راهو المرة الأولى لحظة المرة الأوبجيكتيف تاع المرة الأولى ما كانش الهدف نتاعو يا زينة تلبي احكي لنا الهدف نتاعو ما كانش ترشح على الرئاسة سوسة القبض على تقني سام بمستشفى حشاد بتهمة تقني سام يا شنو تقني سام تقني سام يا ايه مو سام التقني سام سامحوني فدوا فراق نعديها بتهمة سرقة محصول مريضة في قسم الإنعاش صدق يا بابا هي في قسم الإنعاش ويسرق لها في الذهب لا 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 صدق مع احتراماتي ليك اما كل جمعة نقول لك هبط شوية امبوسيبل ما معناتها هذا اخبار صحيح ولا لا حقيقة قول لنا اللي قول لنا اللي هو مو صحيح اخبار صحيح انا نعطيك صحيح هي هو سام الاخبار بالحق راه هو اخبار سام في قلبه قال لك عريان يسلب في ميت هو بالحق هي ممرضة وسرقت المسوغ وبعته في تونس واعترفت بالجريمه نتاعها. حاجه اخرى مش ممرضه استاذ لاكسيدونيت انا صار لاكسيدون وكرهبت قلبت بيا الناس دايره وناس اخرين يفركتوا ويسرقوا لي. اخي وقت مروح من التورناج فما شكون سرق لي تروا كوستيم وروح بهم. في غرفه الانعاش وصلوا شفنا جرائم اغتصاب راه. واو. مش نحكيو على السرق. شفنا الاغتصاب. احنا واحد عمل لاكسيدون عنده برشا حوت طايح اللوت المواطنين قاعدين يلموا في الحوت قال لهم راني مريض قال لهم مش مشكل انت تصبر من الحوت والله اسمع هذوما الجمعه هذه راهو الاخبار اخبار الجمعه دوست الجمعه هذه الشرطه البلديه تصيب سياره مواطن بالرش بدلا من الكلاب السائبه صدق قالوا تصدق يعطيهم الصحه بلدية تونس وقت اللي قروا ما عادش يضربوا الكلاب عطاوهم كل البلاصه باش يتخبوا فيها ما عادش باش يحطوهم اما ولات تونس كل ولايه وبلديه وحدها ما عاد نجم بلديه تعمل قرار اللي بجنبها ما تعملوش ديمقراطيه نصدق انا هذا ريتو ابري بربي انا بيل مادامنا احنا هوني بربي اغيتي داباتر لي شيان على خاطر سي اوريبل ديجا انت وليد صغير يخرج صباح يلقى ان شيان اللي هو لو شيان معناتها سي لامي دي زونفون معناتها يعملوا به ثيرابي الحيوانات يعملوا بهم ثيرابي من بعد نقول في بلاد فيها اون كريز نتاع اخلاق كيما بلادنا على خاطر لا بروميير كريز بور موا في تونس هي كريز نتاع اخلاق العباد ما عادش متربيه فهمت شو ترجع منه معناتها بين قلب يقتل معناتها هو ما هو يقول لك اختار انا مواطن مثلا ما هوش رايك إيه لا انا مواطن وكي الكلب ذاك يهجم على ولدي ويقدمه اي سيدي ترافاي اون كولابوراسيون مع الجمعيات الخيريه فما عباد تعمل في الخير فما بليزيور اسوسيسيون يعملوا في الخير اي زاكسبت والناس تعطيهم فلوس باش يلقحوا الكلاب ويسيبوهم فيت ان تروك بيان دو فوتر في معناتها معناتها كان الدقديق كان القتل كان ما تسمعش ما تسمعش حتى ان بيتي تروك اللي يعطيك اسبوار ها معلم يسرق في طرشنيه من بكري وصدقني جو ماتوندي اسكو في الاخبار اللي باش تعطيهم فما اخبار غالطين مي سا مو ديزول وقت اللي كل اخبار تقول صحيح ماهوش غلط معناتها تلموا عن اخبار والله اخر اخبار الهواتف المسروقه والمقلده لن تعمل في تونس مجددا قرار خذته الدوله باش يربحها 100 مليار سنويا مينيموم ولكن ولكن صادق راك معانا ولكن برشا اللي يبيعوا لك في التليفونات وفي البورتابلوات رخاص ما عادش باش يوليوا يخلصوا لكل ديوانه وفما كود معناتها اللي هو اتوال 3 9 10 توا انت تعملوا لو كان تليفونك مسروق ولا ماهوش من مكان رسمي
ولا مش مقيد باش تلقى يقول لك راه مش مقيد. وراو في فترة ما في جانفي إذا مش مقيد باش يتبلوك التليفون، معناتها كي تولي أي مواطن باش يشري تليفون مسروق راهو باش يتبلوك له. ولا جاي وإذا جاي من برا يلزمك تقيده، وإذا شريه قديم يبدا مقيد، معناتها علاش ما تصدقش أنت؟ لا سي امبوسيبل أفير. أنا نقول لك، لا نقول لك أنا تكنيكمون، لا 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 تكنيكمون بوسيبل، باش نفسر لك. لا 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 ريت في تونس أمين وبعد حتمي راهو يا نوف في العالم الكل. هذا إيش معناه؟ معناه أنا باش نجيب تليفون معايا من فرنسا ولا باش نجيب تليفون معايا من أي بلاصة باش يشلقوا بيا الدولة باللي مويان اللي عندنا في أمريكا ويجيبهم شنوا يحبوا يدخلوا فلوس. يا أمين فهمني فهمني، باش تولي بالريزو انت كي تجيبوا لحظه كي تجيبوا من برا عندك الحق تدخل سجلني تسجلوا. اي مش ممنوع تجيب تليفون من برا ولا تشري باش يصير له تليفون باش تخلص علي دونك. لا لا من برا ما تخلصش، مخلص امورك واضحه، تدخل في سجلني السيت هذا وتخلص عليه شويه. انا بروجي شاركت فيه، انا بروجي اي دونك نشكروا السير تاع السونتر، نشكروك على البروجي اللي شاركت فيه. لا لا باهي دولتنا منظمه، لا باهي هذا خبر باهي على غالب مش شعبوي، ما باهي باهي كيما حكي الخمس خاطر تجي فلوس في كاس الدوله والبلاد برك الله باش تنفع بها نجله الدوله باش تدخل 100 مليار شويه. لا مش مزيان رقم، لا رقم مغلوط مش سامح نجله كي يبدا تليفونك انت تبارك الله عن تليفون اسمه صاحبي جيتو نجله لبرا احكي لبرا شويه. لا 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 انتليجونس تفهم يولي ماش عنده فالور كي يسرقوا ما ينجمش يستعملوا سي بلوس اون سيكيورتي ليك انت، خاطر انت يسرقوا لك تليفونك الفجعه اكثر من التليفون هكا ولا دونك هذه حاجه الاولى. ونشكروا السونتر ديتود دي ريشيرش اون تيليكومونيكاسيون سي نوف بن سعيد اللي وصلوا البروجي، بروجي صعيب صحيح ما هو كيفاش يخدم. اسمح لي هذا الموضوع، الموضوع هو اي تليفون يولي يدخل مثلا انا ماركه اكس ماركه 999 مثلا دخل التليفونات 999 دخل التليفونات 100 تليفون 100000 تليفون قبل ما يدخل النوابر نتاعهم اي ام يو كيما الكارت كريس تاع الكهرباء يمشيو للسيستم هذا. ديكو يدخل تليفون يولي سيستم يغوكوني، معناها كيما نقولوا البوليس راه يعرف كارت كريس. توا اللي عنده تليفون تاع الروميك ما عندكش مشكله، عندك شهر اللي عنده تليفون حتى تشري مونسباي ولا حاجه ما عندكش مشكله، تخلص 30000 كي تاكس مش برشا راه مش يدخل قرابه 300000 دينار، مش الرقم مش صحيح 300000 دينار، مي مش ينقص من نسبه الجريمه في البلاد وهذايا حاجه باهيه. نو ما لازمش يكون عدمين اذا كان حاجه باهيه في البلاد نقول مش صحيح. هنكمل جمله مش صحيح دقيقه هنكمل جمله لحظه تفضل يا نو في الرايه ذي عمليه يسرقوا في فلوس العباد. لا 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 شوف أمان لا لا عايش خويا انا عبد باش ياخذ تليفون ب 200000 ما عندوش فلوس باش ياخذ تليفون، تزيد تعمل له كي تزيد تخليه يخلص تقول لي تليفونات لو سمحني معناها يا ناخذوا ايفونات الكل معناها يا اللي فما عباد ما تنجمش. نقول لك حاجه 30 دينار مازال ماهوش ديفينيتيف من سعر رمزي ما هي كلام صحيح، نجم تقول لي كلامك صحيح في النقطه هذه خلينا نفهم بعض. كل كان شاري تليفون كيما مدام مادموازيل معناها ما عندكش مشكله تدفع 30000 عليه هكا ولا لا؟ انا ما عنديش مشكله، انا عندي مشكله بعد الفلوس باش نعملوا بهم، هذيك هي المشكله. المشكله اللي عندي ندفع 30 و40 و50 يا سي حسن. شوف تو انت قلت كلمة خطيرة سيد الرئيس، قلت نجم تاخذ تليفون من منصف بي وتمشي تدفع عليه طول تستعمل، معناها الدولة مش حاستها باش توقف التكنتير، الدولة حاستها بالفلوس تستلم فلوس فوالا. تبعني خلينا نكمل لك، خلينا نكمل لك. شوف لا كي يبدا منصف بي داخل صفة قانونية ورسمية، يا ودي انا منصف فما منصف بي وصفة قانونية كيفاه هذا منصف بي وصفة قانونية في نفس الوقت؟ اسمعني عايش خويا اجي بدون ذكر الاسامي بالتليفونات هذوما كل السياسه السياسه الماليه نتاع الدوله وهي انها تنهب لو ماكسيموم في دروا دو دوار مسكينه يا سي حالي مهدي. لا 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 شوف خليك انت علاش تطلع خو هو هذا كان يتعدى على مجلس النواب تو يطيح راهو الكناتريه في المجلس طيحوه ما خلوش يتعدى ما يتعداش اما والله لا اسمعني نقول لك انا حاجه الدوله هي اللي تشجع في الكونترا فهمني ريتو ستيلو هذا علاش يتباع في منصف باي وما يتباعش في اللاك خل نكمل انا نعمل لك ديمونستراسيون هو في التاكساسيون البري دو ديبار تلقاه هو بيدو اللي يتباع في سوق التهريب هو اللي مش فورتومون تاكسي في البرودوي دو الكوليزي في اللي تحب انت الدوله باش توقف الكونترا مش هي تزيد تولي تعمل في البراكاج في الفلوس هذا يلزمها هي تنقص في اللي دروا دو دوان باش انت وقتها سي حاتم كي تجي تشري تلفزه تلقاها في البلاصه الفلانيه بمليون وفي منصب بي ب 850 تمشي تشريها بمليون الخطر فيها جارونتي اما كي الدوله ترجعها لك بمليون و700 الدوله مع الكاباسيتي فينونسيير دو كونسوماتور تولي هي الدوله تلز فيه
باش يمشي للسوق المواجه. سامحني 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 اسمعني ما تحكيش على روحك انت عايشك انت انت tu as plus ou moins les moyens انا جي plus ou moins les moyens الحمد لله الحمد لله bien sûr que الحمد لله le moyen le tunisien moyen ne peut pas se permettre كيفك العام حكيت البارابول فوق فوق السطح وفي وسط الدار تحط البارابول في وسط الدار نورمال قالك طلعوا فوق السطح ولي مشهد مخلى بالكذا لا يحكي لك سعيد على القوانين البهيمه ثم قوانين ياسر قوانين البهيمه مع هذا سامحني سامحني هذا نقول لك انا هذا كل يا اخي سامحني انا خدمه للزوز والثلاثه اطراف راه ولا الدوله لا حد شيء للعباد اللي عندها رخص باش تدخل التليفونات ونعطيها لك من الاخر هذه قوانين اون برانسيب تتعكس سيمون ترافاي لحظه حتى سيمون ترافاي انا نخدو من الجمش نمشي تي لحظه عاده لحظه يلزم تتنحى الرخص في البلاد هذه نوليو عندنا حق الناس كل نجمو نخدمو من غد ونحل الباتين ده ونستورد التليفونات انت تنجم بربي غنقولو صادق يعمل كونفيزيون بين التليفونات والكهرباء التليفونات ليبر لامبورتاسيون صادق نقول لك حاجه فم 100 ماركه في العالم غدوه جيب ماركه نتاعك وجيب بيع حد يقول لك لا وتتعدى بالسيرس وتتعدى كلامك صحيح في الكراهب مثلا في الكراهب فما 12 عائله فقط يبيعوا في الكراهب معاك يلزم كل واحد ينجم يجيب كراهبته انا معاك في كل شيء في كل شيء في تونس لا لا مش في كل شيء القوانين الكل يا الدوله باش تسرق شويه فلوس باي معنى بدون اي معنى يا كيما قالت يا اما الطريقه معناتها غريبه جدا وهي مين باش نسكر وي هو هي الحكايه ما فهمش منها راه تكنيكمون امبوسيبل هاني قول لك هاني قول لك راهي موضوع يخوفوا بها يا ناس الريزو يقرا حاجتين يقرا الكالسيم ويقرا اي ام او اي في التليفون لحظه السونوري نسيت باش نقول لكم عاد عندي اسئله محرجه ليكم الكل بالقرعه كل مره باش نهز سؤال يتيح مع الدوله شي حشم نجلة وترك عصابك ما قولها في الحس واحد ولا يخدم على الدولة مش دولة تخدم عليه ما سي فغي معناتها اون نوزا كلمة كبيرة واحد باش يقولها معناتها ما خليه فينا حتى شيء مش مشونا مسكين لا 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 سي با فغي مانيش ظالمينها كانوا خمسة وزرة ولاو 27 كانوا أربعة بيت يخدموا في ولاو 860 نو سامحني والآخر مكلف لا تدرى شكونه والآخر مكلفة لا تدرى شكونه يزيد واضح عاملين كونفيزيون سي حاتم راك ويجيوك لك انت يا شايف الكوليس قال لي تونس ما عادش فيها ومشي لفرنسا ويحكي يقول لك ما عادش فيها الدوله اي يحب يدخلنا في هاوي تونس ما عادش نجلة. والله يا سيد سؤال جيل نجلة عامله كونت انستغرام لبنتك الصغيره علاش؟ تستغل فيها باش تدخل فلوس بالاشهار؟ اي نستغل فيها تيلي بالحق نتاكسي فيها على خاطر بنتي صغيره الي تري سامباتيك اي بون ما نستعملوش ديما ما نحط لهاش برشا حاجات على خاطر لازمها الهوا مي سينون جو تروف كو ما فيها الي تري سامباتيك الحقيقه سي ان انفون تري جويو اي ما عنديش انا كلي عين وخمسه وفازيت هذوك الكل الحقيقه نتاع ربي خاطر بنتي صغيره كيما صغيرات اللي في تونس الكل اي جي روماركي كو ياسر العباد يبعثوا لي دي ميساج يقولوا لي قداش نفرحوا كيف نشوفها كيف تبدا تشطح كي تبدا تغني كل شيء اي جو بارتاج جوست سا افيك مي فان دونك اللي عجبو مرحبا اللي ما عجبوش عنده راي خالف هذايا كيف صغار وما يعملش هكا بكشي كي تكبر هي تقول لك ماما علاش عملت لي تنت فيها معها ماني انا امها لا ما تقول لك ديكتاتوريه الديكتاتوريه ما احلاها انا سي تو ما احلاها اش قولك سي برك الله برك مش من الغلطه معك اكبر غلطه اللي قعدت نجله بحضة جاو شنو هبطت الدوفيز سي حاتم بتزيد صب لنا ماء بتزيد صب لنا ماء يلا فاصل بعد نرجعوا باش نحكيوا في برشا مواضيع نحب نذكركم اللي تدخلوا على www.999.com.tn باش تشريوا ثلاثة فاليجات اللي كنا نقول لكم عليهم 269 دينار فقط ثلاثة سنين جارانتي وانكاسابل وكاليتي باهي يلا فاصل ثم نرجعوا لكم الجو باش يبدا بعد شوية في لي من أسهل